حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يقول أبو الطيب المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. يعني من غريزة الإنسان حب التسلط والتعدي، وربما هذا على علاقة بغريزة حب البقاء. لكن الإنسان مكرم على سائر الكائنات بالعقل، وإذا كانت الحيوانات تحتكم إلى قانون الغاب، إلى قانون الظفر والناب، الإنسان يحتكم إلى قانون الدين والأخلاق. الدين الإسلامي حرم على الإنسان كل أشكال الظلم اللي يمارسها على مسرح الحياة. يكفي الإشارة إلى أن كلمة الظلم في مختلف اشتقاقاتها اللغوية وردت في القرآن في 292 آية. كذلك مدونة الحديث النبوي هي الأخرى زاخرة بالأحاديث الناهية عن الظلم. ثم ياسر ناس عندهم قدرة عجيبة على التمويه، يظلم ويقنع الناس باللي هو ضحية، عامل بالمثل: ضربني وبكى وسبقني وشكى. هذا لؤم خلقي، عقاب شديد. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. الله سبحانه وتعالى ما تخفيه خافية، ويمهل ولا يهمل. ما هم يحكيوا على السلطان عنده جنان يشيب فيه ولد الرضيع، وعامل فيه رجل فلاح لهيله بيه العام على شيدو. نهار من الأيام الحال اشتاء في خيار الليالي البيض، ولا شجرة عليها ورقة نابتة، وإذا بهك الفلاح يلقى شجرة خوخ تكيس كيسان بالورق والغلة. استعجب ومنها نادى بالقصر. دخل على السلطان، قالوا: يا سيدي راهي غريبة، قوم ارى بعينك. قام السلطان ومشاو لهك الشجرة. استعجب السلطان ومنها قال: يخلق الله في ملكه ما يشاء، أي ولديه تسلم كل ما في يدك وتعس على هالشجرة. ومشى السلطان على روحه، ومشى هك الفلاح جاب بيت شعر انصبها بحث الشجرة، ولا بايت صابح يعس عليها، والنهار اللي يزيد تزيد تهندل فيه بالورق والغلة. نهار من الأيام في خيار غرغور القايلة، الفلاح خذت عينه شوية يسمع في الترفيق، قام بالعوط، وإذا به يرى في نسر هبط عليك الشجرة، قطعها وشرمطها حتى رد حالة الشمايت وطار. ضرب هك الفلاح يد على يد، ومنها مشى للسلطان، خل وجهه أزرق. اش بيك يا ولدي؟ قال له: يا سيدي هك الشجرة يجبر ربي، راهو جاء نسر وشرمطها وطار. غزر له السلطان وقال له: وليدي يلقى فعله. الفلاح زيت حيرة على حيرته، شنو يلقى فعله؟ طاير يلقى فعله. ومنها لوى براسه ومشى يخدم على روحه. برا يا زمان ويجا يا زمان، نهار الفلاح قاعد هكا مقيل تحت الشجرة، الدنيا سخونة، ويرى فيها كالنسر مكنن تحت شجرة جنوحه محلولة وهو يلهله بالشيلي، ويرى في ثعبان عامل هكا سبيب على كرومته جاي يتسلحب، وينقز عليه كالنسر، تبالط هو وياه مشوار ومنها قتله كلاه، ورجعت سلحب وهرب. قام الفلاح يجري للسرايا طلب مقابلة السلطان: تفضل يا ولدي. قال له: يا سيدي هكا النسر اللي في سد الشجرة مش اليوم كلاه ثعبانة. قال له السلطان: وليدي الثعبان يلقى فعله. شنو؟ حتى الثعبان يلقى فعله. ومنها لوى براسه ومشى يخدم على روحه. نهار من الأيام الحر ربيع، وزي الفلاح قاعد يعزق تحت كرمة، وضربة من الضربات يغزر يلقى المسحب كله دم. لفت يلقى راس الثعبان في شيرة ودسته في شيرة، عبيهم في شكارة ومشى للسلطان. يا سيدي قال له: قتلت الثعبان. قال له: تلقى فعلك. تعجبك الفلاح
وانا مش هيخدم على روحه. نهار من الايام الحال صيف، خرجت مرت السلطان هي وبناتها يعملوا دوره في الشناء، وفي ساعه ضربت الصفاره باش ما يقعد حتى خدها. هو الفلاح جا مطرف شويه ما سمعش حس الصفاره، قاعد يخدم على روحه وهكك، ويسمع فيها كنساء يتحدثوا ويضحكوا، ما هم حدهم ما ثم حد، اش ماشي يعمل اش ماشي يعمل. ومنها ثم شجره هكا مغوله بالورق جايه على طرف جابيه نتاع ماء كعبش وتخبى فيها. هم كنساء وصلوا للجابيه، الدنيا سخونه، قالت واحده منهم والله شهي نعوم، نحد بشاء. وفيسا تبعوها الاخري وهبطوا بكلهم يعوموا، هم هكا يضحكوا ويلعبوا، اتلفتوا يروا في ظل هكا الرجل في الماء، وقام الزواك وضربت الصفارة من كل شيرة، وجات الطامة والعامة وشدوا هكا الراجل وداوها للسلطان. السلطان مقابل حكم عليه بالشنق وحضر كل شيء، ورماوا له الخرطة في رقبته. هما حطوا له الخرطة في رقبته وهو ضحك، قالوا السلطان ايش بيك يا ولدي، هما يقولوا ما خاص المشنوق كان ماكلة الحلوى وانت هاك تضحك، يا اخي ما تعرفش شنو ماشي يصير لك. قالوا ما نعرفش، كلمة واحدة نعرفها وهي كلمة صحيحة ومجربة. قالوا السلطان اشني هي، قالوا تلقى فعلك. السلطان رجع له شاهد العقل، قالوا شو يحب يقول؟ قالوا يا سيدي النسر فسد الشجرة، قلت يلقى فعله. الثعبان قتل النسر، قلت يلقى فعله. أنا قتلت الثعبان، قلت تلقى فعلك. وانت زادة تلقى فعلك. أنا يا سيدي كيف تخبيت في الشجرة راني معذور، على خاطر ما سمعتش الصفارة كيف ضربت، ومانيش أنا اللي نخون الماء والملح. السلطان كان راجل رصين، عرف اللي صاحبه بريء، آمر باش يرفع عليه العقاب، وتبسم وقال له يرحمه وليدي كيف قاله، كل حد يلقى فعله. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.